الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هو أولا الرقمنة لأن أعطيناها أهمية كبيرة وعلاقتها مع كذلك مع التكوين ومع البحث ومع الحوكمة. والآن اللي تكلمنا عليها اليوم كذلك هي المشاريع الوطنية للبحث، وخاصة على ثلاث محاور أساسية وأولوية للحكومة، وهما الأمن الغذائي، الأمن التقوي، وصحة المواطن. والآن إن شاء الله في هذا 2021 سنطلق المشروع هذا، ويكون وطلبنا من كل الشركاء وخاصة الباحثين يكونوا يدخلوا في هذا المشروع اللي هو أساسي لتطوير البحث التطبيقي والبحث التطويري.